اوكي تمام ظابط. طيب، طالما انه الناس اوريدي هي بدأت في المحاضرة وعرفت فيها المفاهيم الأساسية، فممكن نقول انه دي حاجة كويسة، يعني انه الناس اوريدي هي عارفة المحاضرة دي. الحاجة اللي في تصوراتي انه انا محتاج انه ارجع اشتغل على كام حاجة تانية، اللي هي مثلا التسجيل بتاع الموقع جيت هاب، كل الحياة دي ماشية معاكم كيف؟ رقية، إذا ممكن توريني هل تقدر تسجلي في كل المواقع دي؟ أيوة، سجلت من المحاضرة اللي فاتت. اوكي ظريف، ما واجهتك أي مشكلة في الحاجة دي صح؟ لا لا، ما في حد صح. اوكي كلام ظريف شديد. طيب آيات آيات إذا واجهتك مشكلة ولا لا؟ أوكي ظريف شديد، دي حاجة ممتازة خالص إن الناس قدرت تسجل في كل المواقع دي. بالنسبة لمحاضرتنا الليلة هنتكلم فيها على مجموعة من الحاجات، فهنتكلم فيها عن مفهوم علوم الحاسوب هي أصلا شنو، والأنظمة العادية وعلاقتها بالحاسوب، كذلك النظام بتاع آسكي وليه هو أصلا يتعمل، الفكرة بتاعت الخوارزمية وارتباط الوثيق بطرق حل المشاكل، كذلك موضوع الكفاءة بالنسبة للخوارزميات بالنسبة لتقييم الأداء نفسه عامل كيف، وآخر حاجة هنتكلم عن موضوع البرمجة الصورية اللي هو البرايم بتاع سكراتش. سو الحاجة الأساسية بنقصد شنو بعلوم الحاسوب؟ إذا ممكن واحد يجاوب لنا إنه إحنا بنقصد شنو بعلوم الحاسوب؟ أي زول عايز يجاوب ممكن بس يرفع يده، ممكن أديه فرصة. اوكي ممكن تكون أي إجابة، مثلا ما شرط تكون حاجة نموذجية أو يعني تفصيلية، ممكن الزول بس هو يجرب الحاجة دي عامل كيف. اوكي ما مشكلة، خليني أنا أحاول أن أدي تعريف بسيط للحاجة دي. الفهم العام من موضوع علوم الحاسوب هو الفكرة بتاعت حل المشاكل نفسها، يعني الاختراع اللي جاب يسبب الحاسوب انه في امكانيات الانسان هو ما قادر يصل لها، سو انه هو الفكره انه هو ينقل الحاجه دي لآلة تقدر تنفذ الحاجه اللي هو ما بيقدر عليها، ويمكن دي اللي بتخلي الفكره بتاعت الحاسوب هي رايجه اكثر كده، هي سرعته في اداء المهام، يعني انه هو بيقدر يعمل كذا عمليه رياضيه في نفس الوقت، برضو الفكره بتاعت انه هو بيقدر يسيف معلومات بصورة واضحة وبكميات ضخمة، فبتبدأ الفكرة بتاعت إنه علوم الحاسوب إن الهدف الأساسي بتاعي إنه إحنا عايزين نحل المشاكل، وحل المشاكل دي بيقع في واحد من المهارتين اللي بتمتع بها الحاسوب دي، إن هم يعني بيقدر إنه يعمل كمية من العمليات الرياضية في نفس الوقت أو العمليات النمطية بصورة عامة، وفي نفس الوقت إنه هو بيقدر يحفظ النتائج اللي هو بيتحصل عليها. فبي بتلاقي إنه التعريف العام بتاع الحاجة دي مثلا بالنسبة للدارسين في المجال بيقول لك إنه والله يا أخي المفهوم بتاع علوم الحاسوب كله بيدور حوالين إنه كيف نحل المشاكل دي، إنه بندخل إنبوت معين، والإنبوت ده في الغالب بنسميه البيانات بتاعتنا أو الداتا، بنعمل لها عملية بتاعت معالجة، وهي دي الأصل ذاته بتاع حل المشكلة، على أساس إنه نتحصل منه على أوتبوت أو اللي بنسميه بيسميه المعلومات بالنسبة لنا. سو دي الفكرة الأساسية من إنه علوم الحاسوب بنقصد بها شنو. فبتبقى الفكرة إنه كل الأنظمة اللي بتعمل لي بروسيسنج للداتا، كل المواضيع اللي لها علاقة بإنه هي تسلمني أوتبوت، أنا بسميها وضعي علوم حاسوب. سو بتبي تدخل فيها موضوع البرمجيات، تدخل فيها الداتا ستراكشر،
معالجة البيانات الصورية والمعالجات الرقمية، تدخل فيها الخوارزميات. سو دي كلها أنا بقدر أطلق عليها المفهوم بتاعي إنه هي علوم الحاسوب. الفكرة الثانية برضو بالنسبة لنا اللي هي الأنظمة العددية. طبعا المفهوم بالنسبة لي إنه الأنظمة العددية هو النظام العشري المستخدم يوميا، والنظام ده جاي من إنه والله أصابع اليد هي 10. سو أنا بقدر أحسب في يدي من 1 لحد 10، فيبقى إنه أساس النظام العشري ده اللي هو الرقم 10، والأعداد بتاعته بتبدأ من 10 ناقص يعني كده 10، يعني أي عدد أقل من 10 ده هو في النظام، فبتبدأ من 0 لحد لغاية 9. والفكرة من حوجتنا أصلا إحنا للأرقام إنه هي بتمثل لنا الكميات بصورة عامة. النظام المفروض إنه هو يستخدم في الحاسوب هو من النظام العشري. ليه؟ لأنه بتلاقي إنه والله تمثيل العشرة بيعتمد على إنه الإنسان بيقدر ياخد صورة أو يعالج الصور، إنه والله بيقدر يعالج الصورة بتاعت اليد الرقم الموجود فيها كم. أما بالنسبة للحاسوب الحاجة دي هي ما متوفرة، كل الحاجة المتوفرة له هو النظام الكهربي اللي هو فيه مفهوم واحد اللي هو الأون والأوف. فمن هنا بيجي إنه والله يا أخي النظام الثنائي هو المسيطر على الحاجة دي. خلينا أسأل، مدى معرفة الناس بالأنظمة على أساس إنه نقيم إنه هنحتاج الحاجة دي نشرحها أكثر ولا لا؟ النظام الثنائي، هل رقية وآيات عارفين الحاجة دي صح؟ أوكي. أيوة. تمام سوري. الفكرة قلنا من الحوجة بتاعت النظام الثنائي إنه بيقدر تديني تمثيل واضح، تمثيل كهربي بالنسبة للقيم دي، إنه إذا كان أون أو أوف، وكيف إنه أنا أحول من النظام الثنائي للنظام العشري عشان يكون مقروء بالنسبة للإنسان. دي كلها في وحدة معالجة الحاسوب بتاع. الحاجة اللي برضو بنقدر نطلع بيها إنه والله يا أخي التمثيل في الذاكرة بتاعت الحاسوب محتاج نظام عشري بيقدر يختصر الخانات اللي ممكن تتكتب. يعني عشان أنا أجي أمثل العدد 8 بالنظام الثنائي بحتاج لثلاثة أرقام، وأنا لما أقول رقم معناها عبارة عن خانة. أما بالنسبة للنظام العشري فأنا بحتاج خانة واحدة. لكن بالمقابل لما أجي أقارن النظام العشري مع النظام الـ16 بلاقي إنه والله يا أخي النظام الـ16 بيختصر لي في الأرقام، يعني العدد 16 في أو سوري 15 في النظام الـ16 بمثله برقم واحد اللي هو الـF. عشان أمثله في النظام العشري بحتاج إلى رقمين أو خانتين. فمن هنا بقيت إنه والله يا أخي التمثيل داخل الذاكرة بتاعة الحاسوب بيحتاج إلى نظام فيه أرقام أقل. ليه؟ عشان يشيل لي المساحة الكبيرة بتاعت الذاكرة. يعني لما نتكلم عن النظام بتاع الميموري إحنا بنتكلم عن التيرا بايت، والحاجة المفهومة إنه التيرا بايت هي كم؟ إذا في ممكن واحد يوريني إنه التيرا بايت بتعادل كم بت؟ كي آيات؟ آيات تقريبا رافع يدك. اوكي انا هفترض ان الحاجه دي فيها ايرور. رقية، هل ممكن تورينا انه التيرا بايت بتمثل كم من الوحدات؟ تقريبا ما سمعت الصوت كويس. ايوه يا بت. التيرا العادية هي 10 التيرا العادية. ايوه 10 و12 من شنو بالضبط؟ انت قصدك بالخانات يعني ولا هي كوحدة؟ نو no. هي كوحدة التمييز بتاعها شنو مثلا 10 و12 شنو؟ 10 و12 من متر. بالنسبة للبيانات مثلا
انا عارف ان والله اخي البيانات بتتعامل بوحدة دي كل شيء. اللي هو البيت يا اوكي، هو دي الحالة اللي قصدي، ان والله البيت هي بتمثل لي الخانة في الرقم السري، ان ايوه البيت بياخد قيمة بتاعه صفر او واحد. فمن هنا جات الفكرة بتاعت ان والله كل نظام عددي عنده تمثيل وعنده استخدام. النظام العشري احنا بنستخدمه كبني ادمين، النظام الثنائي بيستخدم الحاسوب لانه بيقدر يقرا الاشارات، وفي الميموري بقدر انه انا اميز الميموري بتاعتي بالنظام ال16. فدي هي الفهم بتاع انه العلاقه بين الانظمه والعلاقه ما بين الحاسوب نفسه. بعد ذاك نيجي للمفهوم بتاع الجدول بتاع اسكي. هل الناس عندها معرفه بجدول اسكي وانا بستخدمه في شنو، او هو اصلا يتعمل لشنو؟ ما في اي زول عنده فكرة انه الجدول بتاع اسكي هو دايما لشنو؟ عشان نمثل الداتا اللي هي الليترز بالضبط، اوكي عشان نمثل الحروف، تمام. عشان نمثل الحروف. الفكرة الأساسية من الجدول بتاع اسكي انه انا والله قدرت امثل الارقام، قدرت امثلها بصورة منطقية، وانه انا اقدر امثلها للمستخدم. يعني انا لما اجي اتعامل مع الحاسوب هتعامل بلغه بتاعت الاله اللي هي 0 وال1. فبتبقى الفكره انه طيب انا قدرت امثل الارقام، محتاج انه انا امثل الحروف. يعني لما اجي انا اكتب رساله محتاج انه الرساله دي ان هي تترجم، الرساله بتاعتي تتكون من الحروف. فالجدول بتاع اسكي هو عباره عن جدول ستاندر ووضع انه لترميز الحروف. يعني اين اي حرف بالنسبه لي لا بد يكون عنده رمز مقابل له. الرمز ده بيبين انه والله يا اخي القيم دي او الرساله دي كيف ان هي هتتخزن في الحاسوب بتاعي. سو انه هو حاجه معتمده في كل الحواسيب، يعني ما هيكون موجود في نوع معين من الحواسيب من غيره. فبنلاقي انه الجدول ده مشترك وهو محفوظ في بيانات اي جهاز، يعني كل الأجهزة هتكون موجودة فيهم. ممكن نشوف الجدول ده عامل كيف، لأنه الفكرة بتاعت ASCII كود احنا هنستخدمها طوالي في Pset 2 أو Pset 3 لما نتذكر. ده هو الجدول، نعمل له مشاركة. فبنلاقي إنه التمثيل بتاعه من الاسكي، هنا مدينين التمثيل بتاع ASCII كود، وهنا بالهكسا، وهنا السيمبل. وأول سيمبل مثلا عندي نل، اللي هو بتعني عدم وجود بيانات بالنسبة لي. لحد ما أصلا أنا بالنسبة لي هنا للتمثيل بتاع الأعداد عندي الـ A في الهكسا ديسمال بيساوي 41، في الجدول بتاع ASCII بتاخد العدد 65. فبعد ذلك قدرت إنه أنا أسيف البيانات بتاعتي سواء كانت أرقام أو سواء كانت حروف في أعداد، والأعداد دي معروفة. طيب هل أنا هسيف الرقم 65 ده؟ بالتالي لا، أنا هسيف المقابل الثنائي للرقم ده. على أساس إنه نعرف الفهم العام بتاع إنه البيانات كيف بتخزن. احنا اتفقنا إنه البيانات كلها تخزن في صورة ثنائية. طيب الجدول بتاع ASCII ما فيه صورة ثنائية، فيه أرقام عشرية. تبقى الفكرة إنه أنا أحول الرقم العشري من صورته دي للصورة الثنائية عشان أنا أسيفه في الأرقام. فمن هنا بتبقى الحوجة، لأنه والله يا أخي مساحة الذاكرة بتاعتي المفروض تكون كبيرة، لأنه الرسائل بتاعتي من ناحية بتاعة التشفير بتكون كبيرة. يعني مثلا ال 65 دي عشان أنا أمثلها همثلها في 8 بت. سو إذا أي كاركتر أو أي حرف محتاج إلى 8 بت عشان هو يتمثل. ال 8 بت دي صلحوا على تسميتها بأن هي عبارة عن البايت. فبنلاقي إنه بعد ده دخلنا في حاجة اسمها الداتا ريبريزنتيشن او التمثيل بتاع البيانات، انه والله كل حاجه في الذاكره بيكون شكل عامل كيف. برضو بالنسبه للداتا ريبريزنتيشن مهمه على اساس الناس تقدر تستوعب انه والله يا اخي انا بتعامل مع الحاسوب بتاعي ده بطريقه معينه، لكن هو
يتعامل مع البيانات اللي أنا بدخلها له كيف. وده كله برضو من جزء من مفهوم علوم الحاسوب نفسه، إنه تعرف كيف الحاسوب هو بيتعامل عشان تقدر تبرمجه بصورة كويسة. مثلا لما نجي نمثل أي صورة، التمثيل بتاع الصورة بيجينا حاجة اسمها البكسل. فمفهوم البكسل ده هو شنو بيساعدنا قدر كيف. البكسل في حد ذاتها يعني هي عبارة عن وحدات ضوئية صغيرة بتاخد الألوان. احنا قبل كده ممكن درسنا في المجال بتاع العلوم أو المجال بتاع الفيزياء الفهم بتاع المنشور الزجاجي، وإنه كيف الضوء بيقوم بيتقسم. كمان برضو لو جينا اشترينا أي جهاز بتاع تلفزيون أو حاجة زي دي، بنكون سمعنا إنه والله يا أخي النظام بتاع الـ RGB. النظام بتاع الـ RGB هو اختصار لـ Red Green Blue، اللي هي 3 ألوان، الأحمر والأزرق والأخضر. التمثيل بتاعت الـ3 ألوان دي بياخد قيمة من 0 لحد 255. مزج الألوان مع بعضها بيديني اللون المعين. مثلا حاليا اللون الأصفر اللي قاعد قدامنا في الشاشة ده هيكون مزيج من الـ3 ألوان دي بدرجات معينة. فالبكسل بالنسبة لي بتمثل الوحدة الضوئية الأصغر، وبيتمثل لي برضو درجة اللون الموجودة في البكسل دي. فعشان أنا أكون صورة كاملة فيها كل التفاصيل دي، أنا محتاج لعدد من البكسلات. عشان كده الناس مثلا لما تمشي تشتري تلفون أو إن هي تطلع على شاشة جديدة LCD أو كده، بالنسبة لهم بيكون الحاجة المهمة إن والله عدد البكسلات بتاعت الحاجة دي كم. فده ده مفهوم بسيط شديد عن التمثيل بتاع صور. في المحاضرة الثانية هنتعرف أكثر على الأنظمة بتاعت ال RGB، وكيف إنه أنا أمثلها، وكيف إنه أنا أشتغل الحاجة دي ككود، وإنه عايز أستعيد مجموعة من الصور، أو عايز إنه أنا أصنف نوع البيانات الموجودة في الميموري دي لبيانات صورية أو غيره، كيف إنه الصور بتتحفظ. الحاجات دي كلها هنجي ليها. برضو بالنسبة لموضوعاتنا في الليلة هنتكلم عن الخوارزمية. لو في زول ممكن يورينا بس معلومات بسيطة عن إنه الخوارزمية هي شنو؟ لو مرت على زول كي آيات الخوارزمية هي الخطوط اللي بتتبع عشان ناوي تحل مشكلة. هي الخطوات قلت ايه؟ معلش صوت. معلش آيات لو ممكن تعيد لنا بس الإجابة تاني. أوكي، هي خطوات حل مشكلة ما. أوكي تمام، حاجة ظريفة. هي فعلا هي الخطوات عشان نحل أي مشكلة. والخطوات دي من شكل لشكل إن هي تختلف، أو من جهة لجهة ممكن تختلف. يعني مثلا حاليا لو قلنا الخوارزمية بالنسبة للإنسان شنو، هي حتكون خطوات ومنطقية نوعا ما باعتبار منطق الإنسان عشان يحل أي مشكلة. سو مثلا لو جينا لانه والله يا اخي عايزين نقطع الشارع، فبتبدا انه الخوارزميه بتاعت انه تقطع الشارع، انه اول حاجه انه تتجه لليمين او تلتفت يمينك وتشوف اذا في عربيه جايه او لا. بعد ذلك تلتفت للشمال وتشوف اذا جايه عربيه او لا. بعد ذلك تاني ترجع تلتفت لليمين وتشوف اذا في عربيه او لا. وبعديها اذا الشروط دي كلها اتحققت، انت ممكن تقطع الظلام. الخطوات دي ممكن تكون منطقية بالنسبة للإنسان، لكن لما أنا أجي أكتبها بالنسبة للحاسوب ممكن إن هي تختلف. ليه؟ لأنه الحاسوب واحدة من الميزة بتاعته، واحدة من المساوئ بتاعته، إنه هو بيعمل الحاجات بصورة حرفية شديد. يعني شنو؟ يعني لو قلت له أقسم الناتج على 2، هو هيقسم الناتج على 2 بغض النظر عن إنه هو العدد القاسم ده هيكون كم. أما الإنسان عنده القدرة بتاعت التمييز انه والله شنو الصواب وشنو الخطأ، اما بالنسبة للحاسوب ما عنده الحاجة دي. فده بيخلي الحاسوب أداة قوية جدا اذا الانسان احسن برمجته، وفي نفس الوقت أداة عقيمة جدا لان هي بتحتاج او بتفتقر الى الذكاء. عشان كده بنلاقي انه واحد من المفاهيم الاساسية في القرن ده اللي هي الذكاء الاصطناعي، اللي هو الفكرة الاساسية منه انه
كيف نخلي الآلة أو الحاسوب يقوم بأدوار معينة، أدوار ذكية خالص، أكثر من الحي اللي هو بيعمل أسئلة. وهدي واضحة قدامنا كثير شديد، يعني مثلا كمثال بس، إن والله الواحد بيكون موجود في اليوتيوب لمدة مثلا 2 3 ساعات. ليه؟ لأن والله يا أخي اليوتيوب بقى عنده القدرة على التنبؤ بالنوع المفضل بالنسبة لك من الفيديوهات بناء على الحاجات اللي أنت شاهدتها. فمن هنا الحاسوب بقى يطور من نفسه، إنه هو مش بتدخل له بيانات بس، إنه هو لا بيعالج بصورة ذاتية، وبعد ذاك يرجع لك شنو الأوتبوت اللي هي مقترحات بالنسبة لي الفيديوهات اللي أنت ممكن يعني تحبها. فدي هي الفكرة بتاعت إنه والله يا أخي الخوارزمية. كان في لعبة ظريفة شديد، الناس ممكن تكون مرت بيها. ممكن يجيك زول يقول لك يا أخي والله يا أخي أنا زول ساحر وزول رهيب شديد، حلقة أي رقم أنت تخط في راسك. فأقول لك يا أخي والله خدت لك رقم في راسك، الرقم ده مثلا من 1 لحد 100. ففرضا إنه والله خطيت في بالك مثلا الرقم 64، فبقوم بقول لك خلاص أنت خطيت الرقم ده، أنا بس داير منك تجاوبني على 7 أسئلة بالكثير كده، 7 أسئلة. فبقول لك خلاص ظابط، إنه والله يا أخي شايف إنه دي 100 رقم ودي 7 أسئلة، فالاحتمالات كلها بتقع في صالحك. لكن هو بعد ذاك يبدأ بخوارزمية ما، إنه هو يتعامل مع المشكلة دي، إنه هو يقسمها لخطوات بسيطة. فيبدأ يسألك يقول لك يا أخي هل العدد ده هو 50 ولا أكبر من 50 ولا أصغر من 50؟ فأنت هنا بعد ده نوعا ما بتفهم إنه هو هيوجد العدد ده كيف، إنه والله هيقسم المساحة بتاعت البحث دي كلها للنص. المساحة دي لما هو يقسمها للنص، بعد ده الاحتمالات بتاعت الحاجة بدل ما كانت بتنقص بواحد، يعني هو بدل ما عشوائيا يختار رقم واحتمال انه هو تصادف من اول يعني اختيار، لا، وانه هو هيبحث بصورة منهجية. طيب اوكي، هو اكبر من 50، بعد ده مساحة البحث بالنسبة لي بقت 150 لحد 100. بعد ده يقوم يقترح عليك هل هو 75، فانت بتقول له لا اصغر من 75، بعد ده مساحة البحث بقت 150 ل 75، وهكذا. فبتبدأ الفكرة انه الخوارزمية هي طريقة بتاعت الحل للمشكلة، بشرط انه هي تكون منتهية، يعني يكون عندها نهاية، انه والله يا اخي مساحة البحث بتقل معناها ان هي حتخلص. اول ما الخوارزمية تكون غير منتهية، بعد بتبقى ان هي عبارة عن لوب او دالة تكرارية لا نهائية، ودي حاجة احنا بنقوم يعني نتجاوزها، او نحاول انه في علوم الحاسوب انه ما نقع في ما نقع في اللوبس دي اللي هي الغير منتهية. كفاءة الخوارزمية بتجي من قدرتنا على تمثيل نفسها، يعني كيف أنا ممكن أكتب الخطوات بتاعت الخوارزمية دي بصورة سهلة، ما تكون صعبة، في نفس الوقت تقدر تديني الناتج بصورة سريعة. يعني لو أنا قلت لك والله يا أخي أنا عايز الرقم ده في المدى ما بين 1 لحد 100، ما هو نفس المدى من 1 لحد 50؟ أنا أكيد حوجد العدد من 1 لحد 50 أسرع. ليه؟ لأنه عدد البيانات بالنسبة لي قلة، أو المساحة بتاعت البحث بالنسبة لي قلة. فالفكرة ما بين الكفاءة بتاعت البحث وما بين المساحة أو الرينج بتاع البيانات برضو عنده ارتباط يعني وثيق جدا، والحقيقة ممكن نتعرف عليها بصورة أكثر في المحاضرة بتاعت الخوارزميات، أو ممكن يكون برضو في المحاضرة بتاعت الأري، هناخد عنها فكرة كويسة. لحد هنا خلينا أنا أوقف وأشوف إذا في أي زول عنده أي سؤال، بس ممكن يرفع يده إذا في سؤال. أوكي، ضابط شديد، تمام. خلينا بعد ده ممكن ننتقل للموضوع بتاع البرمجة الصورية والحياة دي كيف بتتعامل. طبعا أول حاجة المفروض إنه ندخل على البرنامج بتاع أو الموقع بتاع سكراتش،
هل الناس قبل كده دخلت على على الموقع ده يا رقية؟ هل مثلا زرت الموقع بتاع سكراتش؟ أيوة نزلت البرنامج الأوفلاين. سكراتش ديسكتوب. اوكي ظريف. أيوة تجربتك كانت فيه كيف مثلا؟ هل حاسين انه هو برنامج سهل قادر تفهميه ولا لا؟ أي سهل شديد، بس الزول لما يلقى فكرة بس هو دي يجرب يا زبط يا اوكي ظريف. طيب بالنسبة لسكراتش، واحدة من البدايات الظريفة بالنسبة للناس البرمجة، ممكن يكون حتى لعمر مبكر شديد. أنا من الحياة اللي لقيتها إنه والله يا أخي في حاجة اسمها سكراتش جونيور، واللي أعمار مبكرة شديد، ممكن حتى من عمر 5 سنين، ودي حاجة ظريفة إنه زول يتعلم الحياة دي بدري. إنه كيف تبرمج بشكل ما نص، يعني ما حاجة أنت بتكتبه. إحنا لحد الآن في البرنامج ده ما حنكتب أي حاجة، كل اللي حنعمله إنه هي عبارة عن عملية بتاعة تركيب تشبه المكعبات. فكشرح بسيط للبرنامج، إنه والله يا أخي عندي البرنامج ده ممكن أنا أتعامل معه كصفحة بتاعة ويب زي ما ناس فاتحها هنا، أو ممكن أنزل المكتبة كلها وأتعامل معه. عندي هنا ده عبارة عن البوتونز الأساسية اللي أنا هستخدمها، بتمثل لي نوع من الإيفنت. يعني مثلا عندي حاجة هنا اسمها الموشن، بتمثل لي يا أخي أي حاجة تؤدي إلى تحريك السبريد بتاعي أو الروح الموجودة هنا ده، أو خلينا نقول الكائن. أنا حاليا عندي وان سبريد اللي هو الكاد ده، وعندي التحكم فيه من خلال الكود، والكود عندي هو عبارة عن بلوكس أو بوتون. دي بتمثل لي الموشن، بتمثل لي اللوكس، انه هو والله يا اخي هيقول شنو، او انه هو هيفكر بشنو. عندي برضو الساوند اللي هي الاصوات اللي ممكن انه هو يعملها، وبناء عليها انه والله يا اخي الصوت ده هيقوله بعد كم، هيقوله كم مره. التفاصيل دي كلها بتكون موجوده في الساوند. برضو عندي الايفنتس، ممكن دي اهم حته بالنسبه لي، انه تسلسل الاحداث بالنسبه للبرنامج بيكون عامل كيف. فغالبا دايما بنبدا بالايفنت بتاع وين كليك. طبعا الاشاره الخضراء دي الاشاره بتاعت بدايه البرنامج، بلاقي ان هي عباره عن زر موجود فوق. يعني البرنامج بتاعي بيبدا اول ما اضغط العلامه الخضراء دي اللي هي جو دي، وبقدر انه انا اوقف من العلامه الحمراء اذا البرنامج بتاعي ما كان منتهي، يعني كان شغال الى ما لا نهايه، انا محتاج انه مثلا اوقفه بستوب. ففي الايفنتس بلاقي كل الاحداث سواء كانت بتاعه بدايه او نهايه، او انه والله يا اخي بنقل مسج من شخصيه لشخصيه. يعني هسه عندنا شخصيه واحده، ممكن اضيف الشخصيات من هنا، لكن تشوز سبيريت اذا تكون شخصيه واحده او اكثر من كده. عندنا برضو البلوكس بتاعه الكنترول، دايما في موضوع الكنترول اللي هو عباره عن خيارات. يعني مثلا في المثال بتاعنا قلنا انه والله يا اخي حنسال سؤال، هل العدد ده هو 50 او اكبر من 50 او اصغر من 50، اللي هي دي عباره عن مقارنه فيها خيارات، او ممكن نقول عليها ان هي عباره عن اف الرقم ده 50 معناها انه والله خلاص يو وين، انت قدرت تختار الرقم اللي انا خمنته. اذا غير كده تبدي الفكره انه والله حكرر نفس الحاجه لكن يعني باسلوب مختلف شويه. سو دي بالنسبه للكنترول. برضه في الموضوع بتاع السنس، والسنس هو نوعا ما بتعتمد على انه المستخدم هو يدخل ايفنت معين. يعني مثلا بالنسبه لي هنا قال لك تاتشينج ماوس بوينتر، يعني انا اول ما اضغط الكائن بالماوس بتاعي ده بيكون في ايفنت معين. سو دي نوع من البرامج اللي بيعتمد على انه المستخدم هو حيتفاعل مع البرنامج بتاعك. يعني زي ما انه اوريدي في برامج بتكون ثابتة، أو مثلا المواقع بتكون ثابتة، برضو في برامج تحتاج إنه المستخدم هو يتفاعل معها، أو مثلا الكلر بتاعي إنه هو يتغير من لون للون، أو إنه والله يا أخي تجيني أنصر من المستخدم، أو هو يدخل حاجة معينة بعد ذاك الحاجة دي تتغير. كذلك برضو في الموضوع بتاع الأوبريتنج، هي عبارة عن عمليات عادية للجمع والطرح والقسمة أو الفاريبلز. هنا الفاريبلز دي حاجة بسيطة، إنه باخد قيمة معينة
بخزنها في متغير او في اسم او في كونتينر معين. الكونتينر ده ممكن انا ازيد قيمته باي معادل، ممكن ازيد القيمه بواحد ب10، كلها في النهايه بتيجي عليك. اما اخر حاجه اللي هي ماي بلوكس، اللي هي زي انت عندك حاجه بتكررها كذا مره، يعني مثلا عندك اكشن معين قاعد تكرره كم مره، ممكن تجمعه وتحطه في المساحه بتاعت ماي بلوك دي. إن والله يا اخي تاني اي برنامج انا هستخدمه ممكن اجي لماي بلوك الاقي مجموعه بتاعت بلوكات موصله مع بعض واقوم انزلها. فالفكره بتاعت الفكره بتاعت سكراتش انه والله يا اخي البرمجه ما حاكتب حاجه، يعني ما في حاجه هنا كتابيه يعني انا ممكن ادخلها، لكن عندي مربعات او البلوكات دي بقدر اوصلها مع بعض. زي ما ملاحظين ان هي يعني بتوصل بسهوله شديده، او لو عايز استغني عنها ممكن اشيلها ارجعها تاني. الفكره بس انه انزل الحاجات دي وبعد ذاك اعمل شنو؟ اعمل يعني رن طوال البرنامج حينفذ وحيديني الاوتبوت بتاعي. اذا البرنامج هو مستمر هحتاج اعمل له ستوب من هنا. سو دي الفكره البسيطه عن سكراتش. خلينا اسال، هل بالنسبه للناس واضحه ولا لا؟ اذا هي واضحه بس ممكن الناس ترفع يدها. اوكي تمام طيب. بالنسبه للبرنامج او البرامج اتعملت كلها في المحاضرة، تقدر يعني تخشوا عليها من هنا اللي أنا أوريكم الشكل بتاعها. هي الموقع الرئيسي لـ CS50، فيه كل التفاصيل اللي مرت علينا قبل كده. أنا بس بحاول أذكر الناس بأنه الحاجة دي موجودة وين. حاليا موجودة في CS50Harvard.edu X2020 اللي هي النسخة بتاعت السنة اللي فاتت Week Zero. فممكن أجي ألاقي من هنا ده إنه والله يا أخي السلايد بتاعت المحاضرة أو السورس بتاع المحاضرة. حاليا احنا عايزين السورس ده نفسه، فممكن امشي لاستوديو الاقي فيه كل التفاصيل بتاعت البرامج اللي اتعملت في المحاضرة نفسها. فمثلا دي كانت الأمثلة يعني كده اللي اتعملت في المحاضرة. كان واحد منا اللي هي عبارة عن ماركو ده، ندخل عليها ونشوف الشكل بتاعها عامل كيف. عندي اول ما اضغط على الريد فلاج بتاعي ده المفروض ان هو يعني كده يديني التفاصيل بتاعت البرنامج. اذا اخذت كومنتس ممكن تكون ظاهرة عندي تحت بتوضح ان البرنامج ده هو بيعمل شنو بالضبط. يعني دي كل التفاصيل اللي ممكن تلقاها. ممكن الناس تعمل كومنتس للحاجة دي انه والله يا اخي المفروض انه هو اذا لما نشتغل يعمل شنو. حاليا البرنامج ده هو شكله ما شغال لانه واحد من التعليقات انه والله يا اخي البرنامج مثلا ما شغال. لكن الموضوع بتاع انه كرييت بروجرام سو ايزي، يعني ما موضوع خطير. الناس ممكن برضه تشوف الحياة اللي اتعملت قبل كده، التمارين والتساليم اللي اتسلمت قبل كده. حتى عندنا في الشانل بتاعت سلاك حاجة اسمها ويب زيرو. خلينا نخش هنا في الكود نشيك على الكومنت. اوكي واحد من الكومنتس كاتب لهم كورونا. اوكي الفكرة بس من البرنامج انه انا اول ما اضغط على الريد فلاج بتاعي ده او سوري الجرين فلاج ده إنه هو بيعمل كود دي 3 مرات. طيب لو أنا عايز أشوف إنه البرنامج ده هو عمله كيف، عندي زر موجود فوق اسمه سي انسايت. فالسي انسايت ده بوريني البرنامج ده هو اتعمل بأي طريقة أو البلوكات اللي اتعملت فيه وشنو. سو عشان أنا أقدر أقرأ، فبيجي بلاقي هنا مكتوب إنه وان كليك. أول ما أنا أضغط على الزر الأخضر ده طوالي إنه هيعمل لي
عملية بتاعت نوخ سي كود فور 1 سكند، بعد ذاك ويت 1 سكند، يعني بيظهر الرسالة دي، بعد ذاك بينتظر ثانية واحدة، بعد ذاك بيظهر الرسالة دي مرة ثانية، بعد ذاك بينتظر ثانية واحدة، بعد ذاك بيظهر للمرة الأخيرة. سو البرنامج ده ممكن يكون ببساطة أو الشكل الموجود فيه ده ممكن يتعمل منه كذا حاجة تانية. مثلا حرفيا أنا احتجت في البرنامج ده إنه أنا أكرر نفس العملية كذا مرة، بينما ممكن عندي هنا كلمة بتاعت ريبيت مثلا، ريبيت دي ممكن تحل محل شنو؟ محل التكرار اللي أنا بكتب فيه ده. يعني كيف؟ يعني إحنا نلغي الحاجات دي كلها، نوصلها من هنا ده، أجي أشيل دي وده هنا، بعد ذاك أرجع. لو ملاحظين إن الحاجات دي من ناحية بتاع التعامل سلسة شديد، يعني ما محتاجة منك فهم كتير، هي بس مجرد تركيب. حتى لو لاحظت إنه السبيسز بتقدر توريك إنه حاجة ممكن توصل معي حاجة، يعني لو ملاحظين هنا ده باين إن هي مناسبة بالنسبة لها. بعد ذاك دي ممكن أشيلها، يعني كده أرميها عادي ما بتحصل أي حاجة، وأشغل البرنامج. ولاحظ إن البرنامج بتاعي هنا ما ظاهر أي تغيير. طيب ما ظاهر تغيير ليه؟ لأنه والله يا أخي ما في عملية بتاعة انتظار، يعني البرنامج بيعمل الحاجة وما بينتظر أي حاجة. طيب ممكن نعدل الحاجة دي كيف؟ نقوم نشيل البرنامج ده كده، نجيب wait one second، ننزله، بعد نشيل الاثنين ديل ننزلهم في السبيس ده، ونقوم نشغل البرنامج مرة تانية. سو كده بقى يديني نفس الاوتبوت بتاع البرنامج السابق، والمرة دي احتجت لبلوكات اقل. سو ده واحد من الافكار بتاعت انه والله يا اخي كيف انه انا اشتغل البرنامج بكذا طريقة، وفي كل مرة مثلا يكون فعال، مرات يكون في مشكلة معينة، مرات لا. طيب مثلا بالنسبة للحاجة دي هنا المشكلة شنو؟ والله يا اخي مثلا انا عملت ريبيت لكن ما لي 3 مرات، انا عامله اللي 10. سو خلاص ممكن انا اعدل الحاجة دي، اجي امسح العشرة دي واكتب بدالها 3. اداك اجي اشغل البرنامج عادي، سوري حاليا هو حيكرر لي كود دي 3 مرات بس، بعديها البرنامج ممكن يقف. سو ده الشكل العام بتاع سكراتش والفهم بتاع البرمجة الصورية، مهم بالنسبة للناس إن هي تتعرف فيه وعلى الدوال الموجودة فيه، اللي هي زي if and then، في نتيجة معينة أنا المفروض أتحصل عليها بناء على شنو؟ بناء على شرط. مثلا خلينا نجرب هنا، نشيل الحاجات دي كلها، نقوم نرميها، نقوم ننزل اف، نطلع في حاجة اسمها الانسر كنترول مثلا، او خلينا ما نشيل الانسر، نشيل تاتش ماوس، ننزله هنا ده. لاحظين ان هي شكلها مناسبة مع الحاجة دي، نزل تاتش. حاليا البرنامج ده بيقوم بيعمل شنو؟ بيقوم بيشوف اذا الماوس بتاعي ده، يعني لامس هنا ده، لامس السبيد بتاعتي او الكائن ده، بيقوم بيديني نتيجة. النتيجة دي ممكن تكون شنو؟ ممكن ناخد اي حاجة كنتيجة. مثلا خلينا نقول سي، مثلا نقول سي هالو فور 2 سكندز، بعد ده اشغل البرنامج بتاعي. طيب كده البرنامج بتاعي انا شغال، لكن ما حاصل اي حاجه. ليه؟ لان الشرط بتاعي ده ما تحقق، انه انا ما دايس بالماوس عليه. المفروض انه اول ما مثلا يعني اضغط على الماوس، او مثلا خلينا نقول اضغط على الكورنر دي، الخيارات الموجوده عندي، المفروض انه الحاجه دي مثلا تتحرك، او انه هو تعمل حاجه معينه. مثلا خلينا نقول مثلا الماوس بوينتر، شغيل البرنامج. اوكي طيب البرنامج هنا بالنسبه لي ما قاعد يشتغل ليه؟ والله يا اخي انا اول ما اضغط هنا ده ما بكون ضاغط بالماوس، الماوس بتاعي لابد يكون موجود يعني في حته واحده. سو ممكن بعد ده اطلع الحاجه دي وانزل الكلمه بتاعت ويت اللي قبل احنا استخدمناها،
سويت كذا. نزل ويت، بعد ذاك انزل معها one second، بعد ذاك اضغط هنا. لاحظ انه مثلا الويت بتاعتي one second ما كانت كويسه، بعد اخليها مثلا two second واضغط واكون ضاغط مثلا هنا. لاحظ انه والله مثلا الحاجه دي ما ظبطت معي. بعد ذاك في كل مره انا بكون بعمل تعديل على البرنامج بتاعي ده عشان يعني يصل للصوره النهائيه بتاعته، انه والله يا اخي البرنامج بتاعي يشتغل، او انه والله يا اخي الحاجه اللي انا عايز اطبقها تكون هي نفس الحاجه اللي بتحصل عليها. سو قبلك لما اتكلمنا عن مفهوم الخوارزميه قلنا انه الخوارزميه بالنسبه للانسان وبالنسبه للاله ممكن انهم ما يختلفوا. ليه؟ لانه والله يا اخي الانسان عنده سنس بتاع المنطق الخاص به، اما الاله هي بتعمل الحاجه المطلوبه منها بالضبط. يعني مثلا لو جينا شلنا الحياة دي كلها من هنا ده، نزلنا مثلا repeat forever، قول له مثلا say hello مثلا، هلاقي ان البرنامج بتاعي ده نهائي ما حيقف، يكون بس واقف على كده. فبالنسبة لي انا لما عملت البرنامج ده انه عايزه انه هو يستمر، لكن ما مش يستمر للمدة الطويلة اللي احنا بنتكلم عنها هنا ده. فهنا بقول انه والله يا اخي مثلا البرنامج دخل في لوب، بينما انه الحقيقي هو ما غلط الآلة، لا هو غلطي انا في البرمجة، انه والله يا اخي البرنامج بتاعي كان فيه عيب، انه والله يا اخي الدالة بتاعتي دي هنا بتستمر للأبد، فانا المفروض اوقف من عندي. فبجي اضيف الزر الأحمر ده عشان أنا أوقف البرنامج بتاعي. So دي الفهم الأساسي بتاع سكراتش، لاقي إنه فيه البرامج بتاعت المحاضرة كلها موجودة هنا ده. بالنسبة لي لو دخلت لـ CS50 دي كل البرامج اللي عملت في المحاضرة، في جزء كثير منها كان من السنة اللي فاتت، في جزء في السنة دي، كل حاجات بسيطة الناس ممكن تطلع عليها. الفكرة بس إنه الناس تتعود على إنه تستخدم البرنامج عشان تقدر تحل به البروبلم سيت. البروبلم سيت هي برضو من الابتكار بتاع الناس يعني، فعلى قدر ما أنت قدرت تتعامل مع البرنامج بأكتر وبصورة كويسة، على قدر ما أنت خليت إنه المشروع بتاعك في سكراتش يكون حاجة ظابطة. سو خليني أقف هنا وأشوف هل في أي زول عنده أي سؤال. أوكي تمام، دي متأكدين ما في أي أسئلة؟ أسأل أنا يعني بالفهم ده. أوكي طيب ظابط تيتر كود واضح تمام. ده بالنسبة لسكراتش. خليني برضو أذكر بالنسبة للمحاضرة، الناس ممكن تلاقي الحاجات وين، ممكن تلاقوها في الموقع بتاع CS50 اللي هو الحتة اللي احنا قاعدين فيها حاليا دي، cs50.harvard.edu، أو ممكن الناس تلاقيها في الموقع بتاع foundation.codesudan.io. تلاقي إنه فيها كل التفاصيل. الحاجة اللي محتاجينها الليلة طبعا الدرس بتاع اليوم ده ممكن يكون بسيط شديد، التفاصيل بتاعته كلين انتدرودكشن، فإذا الناس هي مثلا اوريدي هي خاشة في المجال، بالنسبة للمحاضرة ممكن تكون بطيئة شوية في الفهم، لكن كبداية وكممارسة وكاستذكار للتفاصيل إن هي ممكن تكون حاجة كويسة. ما يهمنا في الموضوع إنه والله عندنا البروبلم سيت. البروبلم سيت موجودة في الرابط ده برضه، ممكن الناس برضو تشوف المطلوب فيها شنو. على أساس إنه تعمل الحاجة دي لابد أول حاجة تنزل آخر نسخة من كروم، ودي حاجة أساسية عشان سكراتش يشتغل معاك. برضو بعد ذاك تمشي للموضوع بتاع السبميت، لما تيجي تخش للبي سيت نفسها تاخد منها التفاصيل، هتيجي تلاقي الخطوات المطلوبة منك كلها هنا. يعني المفروض انه تعمل البرنامج فيه شنو، والله قال لك مثلا at least
تو سبيريت، يعني يكون في كائنين في المشروع بتاعك ده، ولا بد انه الواحد منهم على الاقل عبارة عن كات، والثاني مثلا سامبل. لا بد مثلا تكون عندك زي 3 سكريبتات بالنسبة للبرنامج، يعني هم بيحاولوا انه يخلوك تستخدم البرنامج بصورة اكثر من كده، مثلا تستخدم كونديشن، تستخدم لوب، تعين مثلا فاريبل واحد، يكون عندك ساوند، الحياة دي كلها مثلا التفاصيل دي كلها. انت ممكن تيجي تشوف حاجة من الامثلة مثلا، ده المثال الموجود، ممكن تفتحه وتشوف انه البرنامج اللي نعمل به وكيف. انت اول ما تضغط على الرابط ده هيوديك ليشنو، هيوديك للمشروع. لاحظ دايما ان المشروع بيكون عبارة عن الامتداد بتاعه اللي هو scratch.mit.edu /project رقم. يعني انت برضو لما تيجي تسلم المشروع بتاعك هيكون برضو بنفس الصيغة دي، اول ما ترجعه انه هو يفتح معاك ويشوف الشكل وكده والتفاصيل بتاعته، ممكن بعدك تشوف البرنامج ده هو بيعمل شنو. بس والله يا اخي البرنامج مثل شوية اوكي. ده هو الشكل بتاع البرنامج، ده هو الشكل بتاع اللعبة. كان هي حاجة ظريف يعني شديد، يعني ممتعة بالنسبة لي، يعني شكل حرد عليها بعد المحاضرة. لكن المهم فيها انه نشوف ان هي اتعملت كيف. تيجي تشوف حاجة هنا مكتوب عليها سين سايد، هي دي المكان اللي تقدر تشوف فيه البرامج عاملة كيف من جوا. فبتيجي تشوف انه والله كم سكريبت مثلا موجودين، بالنسبة لي 4 مثلا، الأربعة دي فيهم شكل معين. لكن ده واحد من المشاريع اللي ممكن نقول عليها معقدة. ليه؟ لأنه عندي كذا كذا سبريت، يعني مثلا عندي ده وعندي ده، عندي الواي. لاحظ كل واحدة من الكائنات دي عندها سكريبت خاص بها، ان هي بتجي او بتظهر بناء على حاجة معينة. يعني مثلا عندي هنا هايت، عندي الشو، دي كلها عبارة عن ديتيلز. فما بين المشروع ده ممكن يكون مثلا بالنسبة للتسليم مثلا كان صعب شوية. لكن في مشاريع تانية موجودة في الموقع نفسه، الناس ممكن تطلع عليها. مثلا عندنا سكور، عندنا كوكي لوفر ستوري، دي كلها عبارة عن مشاريع الناس ممكن تشوفها، او مثلا تشوف التيتوريالز نفسها عاملة كيف. بعدك تاني هو بيديك الخطوات مثلا انه تعمل البرنامج بتاعك كيف، وكيف مثلا تسلم. عندك هنا اول خطوة انه مثلا تملى الفورم دي، مثلا خلينا نشوف ان الفورم فيها شنو، عشان بس الناس برضو تاخذ خطوة انه والله يا اخي التسليم عامل كيف. مثلا بالنسبة للخطوة الاولى، لابد يكون انت مسجل في الموقع بتاع ADX والتفاصيل بتاعته. بعد ذلك بتخش على فورم فيها الاسم، وفيها شرح للبرنامج بتاعك، يعني تكتب فيها انه والله البرنامج ده هو بيعمل شنو، او مثلا اتحكم فيه كيف. مثلا اللعبة اللي قبل شوية كان انا بتحكم فيها بالاسهم، لابد انت اول حاجة لما تشغل المشروع بتاعك توريه انه هو حيتحكم بشنو او حيعمل شنو البرنامج. سو ده بالنسبة للبيست. برضو الخطوة الثانية يكون عندك حساب في جيت هاب، يمكن ورينا الناس انه كيف تعمل حساب في جيت هاب والتفاصيل زي دي، كيف انه مثلا تدي الاوثرايزيشن بالنسبة لجيت هاب. يمكن الحاجة دي بسيطة شديد، انه بس تضغط على اللينك الموجود هنا ده، this thing بيعمل لك انه اوثرايزيشن لCSFT. الفكرة من الاوثرايزيشن انه الموقع بتاع جيت هاب يقدر يتواصل مع الكورس بتاع CS50 او الفريم بتاع CS50، لانه بعد حنمشي لقدام حنتعامل بوسط اديتر، نخش في عدد من اللغات، فلا بد انك يعني تكون موصل الاثنين مع بعض. اخر حاجه مثلا انه تعمل ابلود بالنسبه للبرنامج بتاعك ده، تمام، وتختار الفايل اللي انت عايز تسلمه. اول ما يتسلم بعد ذاك تمشي بتعمل تشيك على الدرجات بتاعتك. عشان تعمل تشيك عندك الموقع الموجود هنا ده، مثلا انا حاليا لو ضغطت عليه بالحساب بتاع كورس ده المفروض انه ما القى فيه اي حاجه. ليه؟ لانه بالنسبه لي لسه انا ما دخلت الحساب بتاع جيت هاب،
لسه ما عملت authorization بالنسبة لجيت هاب عشان تواصل مع CS50، فكل التفاصيل دي بالنسبة لي مثلا ما حصل. لكن بعدين بالنسبة لكم مفروض إن هي تكون كلها انتهت. إذا في أي زول عنده أي سؤال في الحاجات دي ممكن يتواصل معي بصورة بسيطة نوريه التفاصيل دي، يعني ما صعبة. حتى البيسيت الرابط بتاع مثلا الموجود وكده. سو خليني أقف هنا وأشوف إذا في أي زول عنده سؤال عن الموضوع بتاع المحاورة بتاعت الليلة أو أي حاجة لها علاقة بالكورس. اوكي هي ظابطة إنه ما في أي سؤال، معناها الناس دي كلها واضحة اليوم، which is حاجة كويسة شوية. خليني برضو أرجع وأسأل إذا بالنسبة للناس الريسورس بتاعت المحاضرات قادرين إنهم يعرفوها من وين؟ لا أو سؤال، لأن دي حاجة مهمة شديد لقدام ما داير تكون تشكل مشكلة. إذا الناس واضحة معاهم الحاجة دي ممكن بس ترفع يدها. اوكي ظابط شديد، ممتاز ممتاز خالص. سو دي كل حاجة بتمثل الويك زيرو. الناس مفروض ان هي تشتغل البي سيت وتحاول ان هي تسلمها قبل المحاضرة الجاية. محاضراتنا الجاية هتكون يوم السبت، هنبدأ فيها يعني الناس هتخش ويك وان يعني من هنا لحد يوم السبت. مفروض الناس بعد تخلصت البروبلم سيت بتاعت ويك زيرو ان هي تحضر المحاضرة بتاعت ويك وان، هنخش فيها على لغة السي. يمكن ويك زيرو دي من اسهل المحاضرات الموجودة واكثر يعني هي اي مدتها طويلة لكن الفهم فيها بسيط خالص خالص. في ويك وان شوية الموضوع بتاع السي بيبقى داخل مع الناس. يمكن انا عارف انه الجامعات ما بتدرس سي، بتدرس سي بلس بلس، فانا ما اتذكر انه في جامعة سودانية مثلا بتدرس سي نفسه، لكن هي برضو لغة لطيفة خالص خالص. الحاجة دي كلها حتكون يوم السبت في نفس المواعيد. عندنا برنامج بسيط اسمه الـ One to One Meeting، حابين نؤدي الناس استفتاء بسيط عن انه شكل الـ One to One Meeting يكون عامل كيف. الفكرة من الـ One to One Meeting انه بتلاقي المشرف مرة في الأسبوع. المشرف فرض انه هو يعرف انت واصل وين في البرنامج، يتابع معك التسليم بتاعت المسائل والتمارين او البي سيت نفسها، وشوف اذا في اي مفهوم بالنسبه لك ما كان واضح او كده بحتاج انه يشرحه لك. يعني بتجمع الحياه دي كلها وبنشرحها في المحاضره اللي بعدها. فعايز اعرف راي الناس، هل الناس بتقدر تلتزم بمثلا مواعيد معينه لل 1 تو 1 ميتنج، ولا نخلي الموضوع فليكسبل يعني حاجة بتنسيق ما بين المشرف وما بين الطالب. سو رغية رأيك شنو في الموضوع ده؟ لا أنا لا أفضل تدوين موعد. يا ما بتلتزمي ولا شنو؟ الحاجة الفلكسي ودايما بتخلي زول يأجل. أوكي طيب تمام. طيب رغية معناها بتصوت للموضوع بتاعي إنه يكون في مواعيد معينة نراجع فيها البيسات وتقابل فيها المشرف. اوكي طريف. ايات انت رايك شنو؟ ايوه انا رايي من رايي وقيه برضه نفس الشيء. اوكي يكون في زمن ثابت للمراجعات ولمقابله المشرف صح؟ ايوه. اوكي طيب ظابط. معناها والله يعني الحاجه الانطباع الاولي عنكم انكم الناس عايزين تلتزموا او يكون عندكم مواعيد معينه عشان تقدروا تلتزموا، دي حاجه كويسه. اوكي حنقدر ننسقها. برضو حنحاول نقسم الناس على المشرفين. احنا اوريدي اربعه والعدديه كويسه يعني، فغالبا ممكن كل مشرف حيكون معاه يعني ثلاثه، وده بيخلي الموضوع انه هو يعني مركز معاه. فخليكم مجهزين انه والله يا اخي تقدر تشتغل البيسات كلها في الاسبوع، تقدر تسلموها. انا عارف انه الحياه ممكن تكون ضاغطه، لكن على قدر ما انت تجتهد في الكورس ده على قدر ما انه تقدر تفتح مجالات جديده تعرف عنها بصوره كويسه. وحرفيا الكورس بيعتمد على التطبيق يعني اكثر من اي حاجه،
يعني مثلا حاليا اي زود شاف البيست بيشوف انه والله يا اخي في صعوبه مثلا شويه ما بين المحاضره ما بين البيست، لكن مع التمارين مع الممارسه الموضوع ده هو بيجي. لذلك برضو بقيه المحاضرات ممكن تكون بالريتم ده او ممكن تكون اعلى شويه كمان حتى. يعني لما يجي داخلين على السي ونتعرف على الشكل بتاع الاري الميموري الداتا ستراكشر الالجوريثم، حتى بالذات الموضوع بتاع خوارزميات التصنيف وخوارزميات البحث، يمكن الموضوع ده شوية يكون مرهق للناس، لكن طالما إنه الناس قادرين هي تطبق قادرين إنها تسأل في أي حاجة واقفة ليها، الموضوع إن شاء الله ما حيكون بالصعوبة دي. سو ده كل حاجة بالنسبة لي، إذا في أي سؤال أو أي حاجة ممكن الناس تسأل. أوكي أرقية. أنا بس عاوزة يعني مثلا إذا عاوزة أضيف تراك من بتاع موسيقى من برا بقدر أضيفه كيف؟ اوكي ظريف. طيب خلينا انا اوريك مثلا. اوكي سكراتش شير ذس. تمام بالنسبه لي في حاجه تحت هنا لو لاحظتي هنا ده اسمها اد اكستنشن. في اد اكستنشن دي في يعني اكستنشن اسمها ميوزك تقدر تخش عليه، او مثلا عايز تضيفي فيديو سينسينج، انه اذا انت لوحت بيدك او انت عملت اي حاجه مثلا في الفيديو قادر انه هو يميزه ممكن يعمل الحاجه دي. فهنا مثلا بالنسبه لي هنا دي الميوزك. حاليا الميوزك الموجوده دي عباره عن لايبرري، لو لاحظت لها ان هي اضافت لللايبرري بتاعتك الاساسيه. سو في كثير من الحاجات اللي انت ممكن تضيفيها اكثر من كده، يعني دي عباره عن لايبرري سيستم موجوده بالنسخه يعني كده الاساسيه. في برضه حاجات ليها علاقه بالربط بتاع الواي فاي، الربط بتاع البلوتوث، ما شاء الله يعني هم من ناحيه بتاعت اكستنشن مطورين شديد خالص خالص، رغم انه الحقيقه دي موفرينها فور فري لكن ممتازه شديد. حتى ذات الموضوع بتاع انه الكستمايزيشن للكائنات، انه موضوع بتاع الساوند الريتم بتاعه يكون عامل كيف، بلاي فورورد الحياة زي دي، كيف تعمل كوبي دوبليكيتنج انسيرت لساوند معين، كل الحياة دي كلها موجودة. لكن الفكرة بس انه الزول محتاج انه هو بس يبحث. انا بالنسبة لي في كتاب ظريف اسمه سكراتش فور جونيور، انا حقدر ارسم للناس عشان برضو تساعدهم في الموضوع بتاع البروجكت. برضو في حاجة اسمها سكراتش بيجينر، ده حاجة اكبر من سكراتش جونيور لكن كلها يعني بتفيد في المجال ده. فممكن برضه ارسل للناس اللي حابه انها تطور في المشروع ده بصوره اكبر من كده. المشروع ذاته ممكن اللي قدام حنحوله من سكراتش لسي، وحنشوف المحاضره دي كيف نعمل حاجه. فان شاء الله اكون جاوبت عليك يا رقيه كويس. ايوه، وبرضه بالنسبه للبيست ذاته طالبين انه انا استخدم فاريبل، ممكن استخدمه استخدام يعني ما عنده معنى، لانه انا برنامج خلاص ما عندي له مكان. اوكي اوكي طيب ما مشكله. هو بالنسبه للاستخدام المهم انه تعرف كيف تستخدم، يعني الهدف الاساسي من المشروع مش انه هم يحددوا لك حاجه معينه انك تعمليها، لكن على قدر ما انت تعلمتي على قدر ما انه عايزين يختبروا المعرفه بتاعتك. So this the main point، يعني ما أكثر من كده. So ممكن تعمل الحاجة دي. شكرا. ضابط؟ تمام. في أي سؤال تاني يا جماعة؟ أي حاجة لها علاقة بالمحاضرة الليلة؟ أوكي آيات؟ عايز أسأل، إحنا مفترض نسلم 200 قبل المحاضرة ولا 200؟ ياب. أوكي دي نقطة كويسة. بالنسبة للكورس بتاع سي اس 50 وهم عاملين التسليم حاجة مفتوحة، لكن بالنسبة ل يعني كده بالنسبة لنا احنا بنحبذ انه يعني تخلص البي سيت بتاعتك قبال المحاضرة الجاية، سو عشان تكون متفرغ للمحاضرة الجاية وتقدر انه تحضرها. لو قادرين تشوفوا انا عايز افتح بس الكالندر. بالنسبة لنا ده الكالندر بتاع المحاضرات، لأن محاضراتنا الليلة يوم الأربع دي ويك زيرو. المفروض إن المحاضرة اللي بعديها تكون يوم السبت في نفس المواعيد من الساعة 8 لحد الساعة 9:30. فالأفضل إنه
ما بين المحاضرتين تقدر تخلص البي سيت نفسه، تقدر تحضر المحاضرة بتاعت ويك 1. سو لما نيجي نتكلم عن المحاضرة بتاعت ويك 1 احنا حنتكلم عنها وعن البي سيت حقتها. سو بيكون من الافضل انك تكون حضرتها وقدرت تشوف البي سيت حقتها، على اساس انه لما نتكلم في المحاضرات تكون فاهم الحاجة اللي احنا بنقولها، بالاضافة لانه بنقدر نناقش اوكي انا كنت عامل شير معلش. طيب يا جماعة معلش شديد، دي مثلا ويك 0 ودي عندي هنا ويك 1. المفروض انه في الجاب ده تقدر تكون خلصت البي سيت بتاعت ويك 0 وحضرت المحاضرة بتاعت ويك 1 وشفت البي سيت بتاعتها. عشان لما نتكلم عن ويك 1 انت تكون فاهم احنا قاعدين نقول في شنو. الاسبوع ده فقط حيكون بس انه عندنا محاضرة يوم الاحد والاربع، لكن بعد تاني حيكون محاضراتنا كلها يوم السبت ويوم الاربع، يعني بصورة دورية. حتى الناس المحاضرات بالنسبة لهم حتكون ظاهرة اللون الاصفر ده، ان هي كل يوم سبت ويوم اربع. اوكي طيب، ده بالنسبة للمحاضرات كده. في اي سؤال تاني؟ اوكي تمام. اذا ما في اي سؤال ثاني معناها حنوقف لحد هنا. ان شاء الله يعني المحاضره دي حتنزل للناس برضو، التسجيل بتاعها. يا ريت الناس برضو تنتبه لموضوع الشيت بتاع الاتندنس، هو موجود عموما في الفايل الوصل لكل الناس، الفايل اللي فيه كل اللينكات. يا ريت تعمل تشيك على المحاضره ان هي حضرته وكده، واول ما تخلص من البي سيت تعمل تشيك للمحاضره انه خلصوا البي سيت بتاعتها برضو. المحاضرة الجاية ريت الناس كلها برضو تكون حاضرة ويك 1 وقدرت انه هي تشوف البي سيت عشان نتكلم عنها بصورة واضحة. ولو في اي سؤال عن البي سيت 1 تقدر الناس يعني توري. سو دي كل حاجة، نتلاقي ان شاء الله المحاضرة الجاية. مع السلامة. طيب مع السلامة.